السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الكرام. الهدف الذي سجله حكيم زياش خلال مباراة فريقه أجاكس أمستردام أمام فيليم برسم الدورة 29 من منافسات البطولة الهولندية والذي يعتبر الهدف رقم 100 للفريق الهولندي خلال هذا الموسم شكل مفاجأة بالنسبة للدوري المغربي الذي لم يكن على علم به. لذلك صرح لقناة أجاكس تي في بعد المباراة قائلا: لم ألم بالأمر سوى في غرفة الملابس، لو حققنا هدفا آخر أكثر من مجرد تسجيل الهدف رقم 100 في الموسم سيكون الأمر رائعا. وأضاف: خلال الشوط الثاني أمام فيليم مارسنا ضغطا أكبر، كنت قريبا من نيكو، عندما وصلتني الكرة لم أفكر في شيء سوى أن أسدد للمرمى وقد فعلتها قبل أن يفاجئوني في غرفة الملابس بأنه الهدف رقم 100. تعرض تينغا مدرب أجاكس لبعض الانتقادات بالرغم من الفوز الكبير الذي حققه الفريق على غريبه فيليم في الدورة 29 من المنافسات البطولة الهولندية والذي قربه من حسم اللقب لصالحه على بعد 5 جولات من ختام المنافسات. لكن المدرب الهولندي رد على الانتقادات بالقول: بعد الاستراحة لم يعد هناك فيليم، صحيح أننا كنا متقدمين خلال الشوط الأول بهدفين، لكننا انتقدنا بقوة خلال الشوط الثاني واختفى الفيليم، خلقنا المساحات وكانت العديد من الفرص حاضرة. وأضاف: على العموم قدمنا مباراة كبيرة وقمنا بعمل رائع وشاهدت لاعبين كبار ويمكننا أن نتطلع بارتياح لمواجهة جيفونتس. وأكمل تينغا حديثه قائلا: قبل الاصطدام مع جيفونتس أمر رائع أن يكون زياش قد استعاد كامل لياقته وتخلص كليا من إصابته في ربلة الساق. ومعلوم أن أجاكس سيستقبل بأمستردام غريمه الإيطالي جوفينتوس بعد غد الأربعاء في ذهاب دور ربع نهائي عصبة الأبطال. كل المؤشرات تقول بأن المنتخب الوطني سيشرع في تحضيراته بكأس إفريقيا للأمم التي ستحتضنها مصر صيف هذه السنة بدولة قطر. ويستند هذا الخبر على الشراكة التي وقعها فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية مع رئيس الاتحاد القطري حمد بن خليفة بن أحمد الثاني. وإذا ما حصل الاتفاق بين رونار والجامعة حول خوض منتخب الأسود تحضيراته لنهائية الكان فسيتم ذلك قبل الرحيل إلى مصر للمشاركة في المونديال الإفريقي. بعد المباراتين كبديل انقد عادل تعرب سريعا على الرسمية لأول مرة مع بنفيكا ودخل كأساسي في اللقاء الذي انتصر فيه فريقه 4-1 بأرضية فرينيرسي عن الدورة 28 من البطولة البرتغالية. تعرب أدار مستوى رائعا وناضجا ولعب دون زيادة ولا أنانية وهدد مرمى المضيف في بعض المناسبات ولولا الحظ لسجل أول الأهداف ليخرج في الدقيقة 81 وقد أدى المطلوب منه على وجه حسن وناجح. على ذمة صحيفة سبور الألمانية كشفت بأن المبدع المغربي حكيم زياش بات مطمعا للعديد من الأندية الأوروبية الكبيرة حيث ذكرت بأن الناديين الألمانيين الكبيرين بايرن ميونخ ودورتموند يتنافسان بقوة على زياش. وأوضحت بأن إدارة البايرن بدأت في تحركاتها فعلا بغية استعمالة الدوري المغربي للصفوف الفريق البافاري الموسم القادم حيث ربطت اتصالاتها بإدارة أجاكس الذي يلعب له زياش فيما قدمت إدارة دورتموند إغراءات كبيرة للاعب. وبإضافة إلى الناديين الألمانيين أورد سبورت الألمانية بأندية أخرى كأرسنال وليستر وليفربول الإنجليزيين مع كبير أوروبا ريال مدريد تتابع حكيم زياش حيث تنتظر نهاية الموسم الحالي لتقديم عروضها لإدارة أجاكس من أجل ضم لاعب الأسود لصفوفها الموسم القادم. اكتفى نادي الدحيل القطري بالتعادل 2-2 أمام ضيفه نادي العين الإماراتي في مباراة الجولة الثالثة من المنافسات دور المجموعات بعصبة الأبطال آسيا. وشارك المغربيان المهاجم يوسف العربي والمدافع المهدي بن عطية أساسيين في المباراة وتمكن هداف الدحيل يوسف العربي من التوقيع على هدف فريقه الثاني في الدقيقة 32 بعدما وقع زبيلة وكريم بوديا في الهدف الأول في الدقيقة 9 بينما سجل العين هدفين في الدقيقة 36 و58 مع إضاعته ضربة جزاء في الدقيقة 56. وبهذا التعادل بقي الدحيل في المركز الثاني في مجموعته خلف نادي الهلال متصدر.
عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبو استديوهات التحليل وجهت فئة عريضة من النقاد من جماهير الزمالك المصري انتقادات لادغة للدولي المغربي خالد بوطيب، واعتبره البعض صفقة خاسرة بالرغم من أن المدرب الزمالك غروسينيو به ويقول أنه قد لا يسجل الكثير من الأهداف لكنه يقوم بعمل تكتيكي لا يستطيع القيام به لاعبون آخرون إذ يتمتع بالانضباط العالي ويفتح المساحات لزملائه. ولم يتمكن بوطيب منذ وصوله للزمالك في الميركاتو الشتوي من التوقيع على أهداف كبيرة، كما أن أداؤه في المباراة أمس أمام حسنية أكادير لم يكن جيدا. يذكر أن الزمالك نجح في العودة من أكادير بتعادل أبيض أمام حسنية أكادير في ذهاب ربع نهائي كأس الكاف في انتظار لقاء الإياب يوم الأحد القادم بمصر، علما بأن حسنية أكادير قدم مباراة كبيرة ولكنه لم يفلح في ترجمة كل الفرص التي أتيحت له لأهدافه. كما أن مدافع الحسنية الرامي وبوفيتشي نجح في مصادرة خالد بوطيب. قرر الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الكاف إخضاع جميع المنتخبات المشاركة في نهائية كأس إفريقيا المزمع تنظيمها في مصر في يونيو ويوليوز المقبلين لفحص المنشطات بغية التصدي لأي غش قد يحدث في التظاهرة القارية. ويسير الكاف على نهج الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قبل الانطلاق المباريات المونديال، حيث يتم إخضاع اللاعبين لفحص المنشطات. تعد قضية المنشطات من بين المواضيع الشائكة التي لا يدخل جهاز الوصي على الساحرة المستديرة أي جهد في محاربتها. وراسل مسؤول الكاف نظراء في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من أجل إخبار بمكان إقامة المعسكر الإعدادي الأخير للمنتخب الوطني المغربي قبل أن يحط رحاله في الديار المصرية، وذلك حتى تتمكن اللجنة الطبية التابعة للمؤسسة المذكورة من إخضاع اللاعبين لفحص المنشطات. ونظم المصدر السالف الذكر دورة تكوينية خلال الأيام القليلة الماضية في العاصمة المصرية، وعرفت حضور خبراء من الفيفا بغية الاطلاع الوفود المشاركة في كأس إفريقيا للأمم على الإجراءات والتدابير التي سيتم اتخاذها بخصوص الفحوصات المتعلقة بالمنشطات. طالب الأرغواياني مارتو لازارتي مدرب الأهلي المصري إدارة الفريق بعدم تجديد عقد المهاجم المغربي وليد أزارو لعدم اقتناعه بمستواه ورغبته في التعاقد مع مهاجم جديد. وكشفت تقارير إعلامية مصرية أن لازارتي أبلغ إدارة الأهلي بحاجة إلى مهاجم جديد بدلا عن أزارو الذي لم يعد يظهر بشكل المطلوب منه وبات خارج حسابات المدرب وخطة لعبه. وحسب صحيفة المبتدئ المصرية فإن الأهلي وافق على طلب المدرب الأرغواياني وبات قريبا من تنفيذ مطلبه بتأجيل فتح محادثة تجديد عقد أزارو، وسيناقش العروض التي سيتلقاها اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. وانتقد الإعلام المصري سيام أزارو عن التهديف خلال الموسم الجاري بتسجيل 3 أهداف فقط في الدوري، كما قارن بين المستوى اللاعب في السنة الجارية مع ما قدمه الموسم الماضي بتصدر قائمة الدافئي الدوري المصري وتسجيل 18 هدفا. ويمر أزارو من أوقات صعبة رفقة فريق الأهلي المصري سواء بسبب الإصابة التي ألمت به وأبعدته عن المباريات. ويمر أزارو من أوقات صعبة رفقة فريق الأهلي سواء بسبب الإصابات التي ألمت به وأبعدته عن المباريات الأخيرة ما ساهم في خسارة لمركزه الأساسي لحساب زميله مروان محسن، وبسبب الأهداف القليلة التي سجلها الموسم الحالي علما بأنه تعرض لإصابة قوية غيبته عن الميادين لفترة طويلة. وقد يفتح انتقال وليد أزارو إلى أحد الدوريات الأوروبية باب العودة إلى المنتخب المغربي من جديد وضمان مكانة داخل التشكيلة التي ستخوض نهائية كأس إفريقيا في مصر بداية من يونيو المقبل، لا سيما وأنه فقد الرسمية رفقة ناديه القرن إذ اختار المدرب الاعتماد على اللاعب محسن في المسابقات المحلية والإفريقية بدلا منه. أجرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اتصالات مع عدد من المدربين الأجانب لتعويض الفرنسي هيرفي رونار مدرب المنتخب الوطني المغربي بعد نهائيات كأس إفريقيا. وكشفت يومية الصباح استنادا إلى مصادرها أن من بين الأسماء التي اتصلت بها الجامعة الكرة البرتغالي جوزيه مورينيو، غير أنه رفض الفكرة ولم يعير اهتماما للعرض المغربي بالنظر إلى رغبته في تدريب نادي أوروبي بإمكان أن يقدم عرضا مغريا من الناحية المالية. وأضاف المصدر نفسه أن سبب الاتصال بمورينيو يعود إلى رغبة الجامعة الكرة في التعاقد مع مدرب معروف على الساحة الدولية بإمكان قيادة الأسود إلى تتويج الثاني بكأس إفريقيا. وتابع المصدر ذاته أن السربي واحد خليل يوزيتش
تلقى بدوره اتصال من الجامعة الكرة مؤكدة انه مرشح بقوة لتعويض الفرنسي هيرفي رونار.